يقول أنا مقيم في مكة، هل إذا ذهبت إلى جدة أو المدينة أو غيرهما ثم عدت محرما بعمرة هل ذلك موافق للسنة؟ نعم هذا طيب، إذا خرجت من الحرم ثم عدت إلى مكة يستحب أنك تحرم بعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين في غزوة حنين، فلما انتهى من الغزو رجع إلى مكة أحرم من الجعرانة ودخل بعمرة، فأفضل أنك تدخل بعمرة. نعم.